ثروتها بالملايين وطن ذهب واكبر معرض سيارات ومتكفله ب 180 طفل يتيم. المنتجه الفنيه ليلى الشبح اغنى ست في مصر، شبراويه. عظيم سلام، مليون سلام لاهل شبرا الكرام من المظلات جزيره بدران. ليلى الشبح ابوها كان عنده اكبر قهوه، اتجوزت مليونير وصاحب اكبر معرض مرسيدس في مصر، عندها ذهب بالكيلو من صغرها، بنت بلد وجدعه وبتعمل بيتعمل لها ألف حساب، بتقف في ظهر المظلوم، الستات بيحبوها جدا، شخصيتها قوية، عمر ما حد قصدها في مشاكله، تخلت عنه، متربية على الغالي، دلوعة وبنت زوات جدا، أبوها ما كانش حارمها من حاجة خالص، عشان كده طلعت شبعانة وعينيها مليانة. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيمي، لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم، حابة أشكركم على دعمكم لقناتي ويا رب يديمكم نعمة في حياتي وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم، النهاردة هنتكلم عن ست بميت راجل واجدع من الرجاله كمان. شوفوا وقفتها مع الموسيقار الكبير حلم بكر، ازماته ومشاكله حتى في مرضه وموته، واقفه وسده بميت راجل. ست جدعه شبراويه دي كمان متكفله ب 180 طفل يتيم، هتفتح مؤسسه خيريه، عندها مطعم وشركات عقارات، ده غير الانتاج الفني. الموسيقار حلم بكر كان بيستنجد بيها عشان تجيب له حقه، ومين اللي يزعله؟ ما كانتش بترفض له طلب. مين هي ليلى الشبح اللي الكل بيعمل لها ألف حساب في غيابها قبل حضورها؟ ليلى الشبح من شبرا، شبرا وجدعانة شبرا، ستاتها ورجالها وشبابها الحلوين اللي في كل المواقف سادين. ليلى الشبح ابوها كان صاحب عقارات وعنده مكتب صرافه، بس اتعرض للسرقه ايام ثوره يناير، بعدها قفلوا فتحوا قهوه كبيره. ليلى مولوده ببقها معلقه ذهب، ولما جت تتجوز وقعت واقفه اتجوزت واحد من رجال الاعمال، هو فؤاد الشبح، كان صاحب اكبر معرض عربيات مرسيدس في مصر، هو اول واحد يدخل العربيات المرسيدس اللي عليها علامه الشبح في مصر. بعد وفاته وقفت راجل، اشتهرت ليلى الشبح بالمنتجه الفنيه، بقى ليها اسم في السوق. خلفت ليلى الشبح 3 بنات، اتقال عليها شيخه عرب، تقف مع الغلابه وتنصر المظالم وبتجيب حقهم، الستات بيحبوها، شخصيه قويه وعمرها حد قصدها وتخلت عنه. قالوا عليها شبيهة فيفا عبده، خفيفة الدم وتلقائية وطبيعية وطريقة كلامها زي فيفا عبده. ردت ليلى الشبح وقالت ده شرف ليا، بس كل واحد فينا في حتته غير التاني، المشترك بيننا الجدعنة. والحقيقة ان ليلى الشبح ست بميت راجل، ستها مسمعة، عندها 3 بنات ربنا يبارك فيهم ويخليهم، امل وشهد ومريم، كانت بتنتج لهم اغاني وهم في المدرسة، الاغنية نجحت وعملت ضجة كبيرة، بس الموسيقار الراحل حلم بكر قال لها مسحيها، احتراما له شالت الاغنية من على اليوتيوب. بنتها مولي اكيد ده دلع امل، غنت اغنية يا محمد يا شبح الحتة، قدرت ليلى الشبح تعمل فلوس بالملايين رغم انها ورثت فلوس كتير من جوزها الراحل، ما سكتتش وقعدت اشتغلت بعده وعملت ثروة كبيرة. مش بقول لكم ست بميت راجل صاينة بيتها وبنتها وزودت ثروتها، اشتغلت وتعبت كتير، دخلت بقلب جامد في الانتاج الفني، بقت من أشهر المنتجين في الفترة الجاية، هتعمل مسلسلات هي وبناتها، وده بعد ما تحايل عليها فريق العمل، ما وافقتش إلا لما عرفت إن هي هتعمل دور معلمة، الدور شبيه وقريب من شخصيتها، هتقوم بدور معلمة شعبية. ليلى الشبح وبناتها هيعملوا فيديوهات، وبيعملوا فيديوهات على التيك توك، تحقق نسب مشاهدة عالية جدا، ومن فترة نالت المنتجة الفنية ليلى الشبح تكريم من الضمير العالمي لحقوق الانسان، في ناس كتير وستات كتير واخدينها مثل اعلى، نفسهم يكونوا زيها، بنتمنى لها الصحه وراحه البال وتفرح بالبنات وربنا يزيد ويبارك، الستات الجدعه في مصر كتير.